بالنسبة للمية، في محافظات ميتها كانت كويسة والشرب منها وجميل، في محافظات لازم فلاتر، لازم فلاتر مية عشان تشرب من الحنفية، ما تشربش من الحنفية مباشرة كده. المية عندك في الحنفية عندك ايه؟ المية في الحنفية عندي كويسة، بالنسبة مثلا لمحافظة المنوفية جميل كويسة، في محافظات تانية ما تشربش من الحنفية، في منوف برضه يعني مثلا مش محافظات كورة، عندك صنصافت اللي حصل فيها قبل كده برضه تسمم كويسة يا عم. عندنا بخصوص المياه كويس، نظف مياه يقول كيفما شاء، انما احنا دلوقتي اللي شايفين الواقع حمير مرميه فيها ايات وبهات، هي دي عايزه ايه بقى تاني؟ هو ده رايي الشخصي. ميه الشرب انت عندك فلتر في البيت؟ حدث ولا حرج، انا بتحكي معمل يعني التفنتير اللي هم بيعملوه كله غلط اصلا من اساسه، لان هو بيضر بينزل الفيتامينات المواد المعدنيه منها، من جنيز والحديد ديت لما بينقص بتبقى له ميه غير صالحه للاستخدام الادمي. طب الميه بتاع الحنفيه؟ لا ما الضباط الفاضله بقى، لا طبعا مش كويسه قوي، لا مش كويسه، ده فيها صدى، ده بيجي لنا صدى. انا من قريه دبركي اهوت وبقولها لك، فيها صدى وبيفرضوا علينا تواد، يعني انت ما دفعتش بتاع العمليه ما يوصلكش الا لما ياخد 200 جنيه واقول على اساميهم. انا لا مرتفعه طبعا. هو حضرتك برضو الميه الخدمه يعني هم بيفرضوا علينا اكتر ما بيدونا خدمه بصراحه، يعني الميه والله العظيم بتقطع عندنا، قطعت مره 24 ساعه 24 ساعه متواصل، ما فيش ميه ما فيش اي حاجه، والميه بعدها جت الميه زي الزفت، الميه لون اصلا لون ما ينفعش اصلا ميه شرب يعني اللون نفسه يعني. بس الفواتير كويس، ممكن مثلا تكون مثلا تقعد 3 4 اشهر، ساعات تيجي غاليه شويه وساعات تيجي مظبوطه الكلام ده يعني. شكرا. تساوي ازاي وانا واسف؟ تساوي ازاي وهي بتنقطع عني بال 10 ساعات؟ ما هي تساوي ايه بقى؟ ما هو خدمه، انت دلوقتي بتكلمنا على خدمه. انت بتقدم اعلان مش بتاخد قبله خدمه؟ ان عملت صوره حلوه وعملت شغل حلو بيبقى اعلانك دفعه اكتر. انت ما بتقدمليش الخدمه، يبقى هتساوي ازاي؟